الهيئة الوطنية للانتخابات. أيام قليلة بتفصلنا عن مرحلة مهمة في الحياة النيابية المصرية، وهي انتخابات مجلس الشيوخ 2020، واللي هتكون يوم 11 و12 أغسطس، والإعادة 8 و9 سبتمبر. إزاي تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020؟ أول خطوة تعرف لجنتك الانتخابية، وده من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات. هتدخل رقمك القومي، هيظهر لك اللجنة اللي هتنتخب فيها ومكانها ورقمك في كشف الناخبين. ولأن الانتخابات بتتم في ظل أزمة كورونا، وعشان نراعي صحتك ونحافظ عليك، الهيئة استعدت بكل الإجراءات الوقائية اللازمة. وانت من ناحيتك روح لجنتك لابس الكمامة، وانت داخل المجمع الانتخابي لو مش لابس كمامة هنديلك كمامة، وهيكون في مختص يكشف على درجة حرارتك. بعدها هتروح على لجنتك الفرعية اللي بتتعقم بشكل دوري على مدار اليوم. هتلاقي قدام اللجنة الفرعية منسق الطابور اللي عنده تعليمات ينظم الناخبين بمسافة كافية بين كل ناخب واللي قدامه. وجوه اللجنة مش هيكون في أكتر من 2 ناخبين في وقت واحد. وانت داخل اللجنة هتسلم بطاقتك لرئيس اللجنة وتوقع في كشف الناخبين، وهتستلم بطاقتين انتخاب، واحدة للنظام الفردي والتانية لنظام القوائم. هتدلي بصوتك في سرية في المكان المخصص للتصويت. هتختار للنظام الفردي عدد من المرشحين مساوي لعدد المقاعد المخصصة لدائرتك، والعدد المطلوب هيكون موضح على بطاقة الاقتراع من فوق، ولازم تلتزم بالعدد ده وإلا صوتك هيبقى باطل. وهتختار قايمة واحدة بس لنظام القوائم، ولو ما لقيتش في بطاقة الاقتراع غير قايمة واحدة يبقى هتختار أنتخب أو لا أنتخب. بعد ما تخلص هتطبق كل بطاقة اقتراع لوحدها وتحطها في الصندوق المخصص ليها، وانت خارج هتستلم بطاقتك. بلدك بتقولك شكراً، شكراً لأنك شاركت في مستقبل بلدك. شارك، انزل، صوتك هيوصل.